طيب الله اوقاتكم مشاهدينا الكرام، اخبار المنتصف من يمن شباب ومعكم اماني علوان وهشام جابر، والبدايه بالعناوين. مصرع اكثر من 40 حوثيا في تصدي الجيش لهجوم فاشل على جبهه مقبنه، ومواجهات عنيفه في مناطق الخط الامامي لجبهه الضباب غرب تعز. قوات شرعية تدخل مدينة شريج شمال محافظة لحج، والتحالف يدمر دبابة ومخزن أسلحة للميليشيا في محافظة البيضاء. شكاوى من عمليات تعذيب وانتهاكات لموقوفين في حيس على يد قيادات عسكرية موالية للإمارات، وفصائل في الحراك الجنوبي تدين ما تقوم به الإمارات في الجنوب. أهلا بكم. إذن البداية ميدانيا، حيث لقي أكثر من 40 من عناصر ميليشيات الحوثي الإنقلابية مصرعهم، وأصيب آخرون خلال كسر الجيش الوطني لهجوم شنته الميليشيا على مواقع الجيش في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز. وقالت مصادر ميدانية إن الميليشيا تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات خلال نحو أسبوع من الهجوم المتواصل على جنوب جبهة مقبنة، وكان مصرع القيادي المتحوث علي طربوش أبرز خسائر الميليشيا في هذه المواجهات. ووفقا لتلك المصادر، فإن أبطال اللواء 17 مشاة تصدوا ببسالة لأعنف هجوم شنته ميليشيات الحوثي الإنقلابية ليلة البارحة، واستمر حتى فجر اليوم الأحد، واستهدف مواقع الجيش في جبلي قهبان وشيخ سعيد ومواقع مجاورة، مشيرة إلى أن أبطال الجيش تمكنوا من التصدي لهذا الهجوم وأجبروا الميليشيا على التراجع، مخلفة وراءها عشرة القتلى والجرحى. هذا واستخدمت الميليشيا تعزيزات كبيرة على مدى الأيام الماضية، حيث تركزت هذه المجاميع في مناطق بالكويحة والطوير، غير أن وقوف الجيش وصموده الأسطوري حال دون تحقيق الميليشيا أي اختراق. وتعد جبهة مقبنة من الجبهات المهمة، حيث تعتبر الظهير لمناطق الساحل الغربي، كما تعتبر المدخل الرئيس لطريق تعز الحديدة. وفي مقبنة استشهد نجل القائد الميداني لجبهة مقبنة بغربي المحافظة مفضل الحميري في مواجهات دارت بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الإيرانية. وقال مصدر ميداني أن نجل الحميري استشهد خلال تصدي الجيش وكسره لهجوم الميليشيات على مناطق حمير غرب محافظة تعز. ولقي العشرات من عناصر الميليشيا مصرعهم وأصيب آخرون، من بينهم قيادات ميدانية في معارك ضارية بالجبهة الغربية لتعز ومستمرة منذ نحو أسبوع. متابعة للمستجدات يتابعنا وينضم إلينا حميد الخليدي. يعني حميد، الجيش وأبطاله تمكنوا من صد أعنف هجوم شنته ميليشيا الحوثي خلال الأسابيع الماضية، يعني ضعنا في صورة المواجهات. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكر دائما وأبدا قناة يمن شباب على استمرار تواصلها مع الجبهات في الميدان، ونشكر جمهور المشاهدين والمستمعين والمتابعين لهذه القناة. شنت الميليشيا الإنقلابية يوم أمس كعادتها، لكن بالأمس جاءت يعني بهجوم بأعداد هائلة كبيرة من الأفراد، أيضا بالعتاد والأسلحة والتغطية النارية الكثيفة، تظن بذلك أنها ستكسر هذه الجبهة وستتجاوزها، لكن بفضل الله عز وجل ومن صمود الأبطال في الجبهة كسروا هذا الهجوم وكسروا عنفوان هذه الميليشيا التي تزود بعناصرها دائما وأبدا في خسائر محسومة سلفا. نعم. الأرقام نعم، الأرقام حميد الخليدي تقول أن 40 عنصرا لميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم، هل نعتبر بأن الميليشيا تحترق على أبواب مقبنة؟ هو بحسب المعلومات التي وصلتنا من داخل الميليشيا الذين شاهدوا الجثث التي تم سحبها يوم أمس، هي أكثر من 43 جثة وأكثر من 62 جريح يوم أمس. في الأيام السابقة أيضا ما يقارب هذا العدد، والأيام التي قبلها كذلك. نعم أستاذ حميد، نعم حميد تفضل أكمل. تفضل.
الميليشيات تلقت على مدى أيام بل أسابيع يعني دعما لوجستيا وبالعناصر والمعدات طيلة هذه الأيام، ماذا عن الجيش؟ هل تلقى دعما من التحالف أو قيادة المحور في المنطقة؟ يعني يوم أمس طبعا قيادة المحور كما قلت سابقا هي مستمرة في الدعم ولو كان بسيطا، ويوم أمس جاءت بعض التعزيزات من قيادة اللواء 17 مشاة بالأفراد وبعض الأسلحة الرشاشة، وكان لهذه التعزيزات دور كبير أيضا في كسر هجوم الميليشيا، لأن الميليشيا هجمت بمكثفة أسلحتها حتى أصبحت تستخدم أسلحة متوسطة لجميع أفرادها. نعم نعم، إن كنت تسمعنا حميد الخليدي، قادة جبهة أو قادة جبهات في مقبنة اشتكوا من تعزيزات وصلت إلى الميليشيا من جبهة الكدحة دون أن يتصدى لها أي من المرابطين، يعني ضعنا في صورة هذا التصدي، لماذا كان يعني شبه اختراق من هذه الناحية؟ وفعلا حتى اللحظة لم يتم الآن تحريك هذه الجبهة. نعم. من أجل قطع إمداد الميليشيا، لكن بحسب قيادة اللواء ما أبلغوني يوم أمس ويوم هذا أنه سيتم التنسيق وأنها ستأتي سنعمل سويا في صف واحد. إلى الآن هناك فقط تنسيق بسيط لحد اللحظة، ونأمل في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى أن يتم التنسيق. نعم. ونتحرك بإذن الله في صف واحد نعم. حميد الخليدي قائد جبهة مقبنة ومتحدثا إلينا عن آخر المستجدات في الجبهة، كل الشكر لك. وما زلنا في تعز، حيث قتل وأصيب العشرات من ميليشيات الحوثي الإيرانية في معارك مع الجيش الوطني في الجبهة الغربية من محافظة تعز. وقال مصدر ميداني إن مواجهات عنيفة تجددت بين الجيش والميليشيا في مناطق الخط الأمامي لجبهة الضبابة غربية مدينة تعز. وأضاف أن المواجهات تركزت في مناطق حذران وصياحي وتبت موكنة وامتدت إلى مناطق واقعة غربي جبل هان ووادي حنش والربيعي. وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش شنت قصفا مدفعيا عنيفا على مواقع الميليشيات وتجمعاتها في قرية البحابح في منطقة الربيعي غرب محافظة تعز. سقط جرحى في انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في عربة تابعة للشرطة وسط مدينة تعز. نعم، وقال شهود عيان أن العبوة انفجرت في عربة تابعة للشرطة العسكرية وسط شارع جمال وتسببت في سقوط مدنيين بعض جراحهم خطرة. وتأتي الحادثة وسط تصاعد لحالة الفلتان الأمني في المدينة وبعد يوم واحد فقط من مقتل سائق دراجة نارية برصاص مسلحين مجهولين في المنطقة أو في منطقة وادي القاضي، إضافة إلى مقتل امرأة وإصابة آخر في اشتباكات بين مسلحين في محيط مبنى مديرية المظفر وسط المدينة. هذا ونظم العشرات من المواطنين والناشطين وقفة احتجاجية في شارع جمال في تعز احتجاجا على الانفلات الأمني وبروز ظاهرة الاغتيالات بشكل غير مسبوق، وهو عمل تحركه أيد خفية تابعة للحوثيين وصالح مما لا يلوق لهم راية أو رؤية تعز آمنة مستقرة ويعملون بالتوازي مع الهجمات البربرية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإيرانية على المدنيين في المحافظة. وأكد المحتجون أن ضعف أجهزة الدولة لا سيما في الجانب الأمني وراء كثرة الاغتيالات المتكررة داخل المدينة، مشيرة إلى أن عدم تحرير المدينة أسهم بشكل كبير للخلايا النائمة بالعبث باستقرار وأمن تعز. وطالب المحتجون الحكومة الشرعية والتحالف سرعة تحرير المحافظة ودعم الأجهزة الأمنية وتفعيل أجهزة الدولة لما من شأنه وضع حد لهذا العبث الذي تمارسه الميليشيات وخلاياها بشكل خفي والهدف إلى زعزعة الأمن وظهور الاختلالات داخل المدينة التي قاومت مشروعهم السلالي. إذن وللوقوف حول حالة الانفلات الأمني التي تعم محافظة تعز ينضم معنا سيد عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي المعروف، نرحب بك معنا سيد عبد الهادي.
اهلا وسهلا فيك. مساء الخير. اذا يعني حاله من الانفلات الغير مسبوقه تعيشها محافظه تعز سيد عبد الهادي، يعني هناك زرع عبوه ناسفه في مقر الشرطه العسكريه، هناك ايضا يعني مقتل امراه وايضا يعني اغتيال بدراجات ناريه، يعني ما زالت المدينه تعاني من هذا الانفلات الامني، من يقف وراء هذا الانفلات بدايه سيد عبد الهادي؟ عمليا الى الان لا نستطيع تحديد من يقف بشنو تدخل في حاله الانفلات الامني داخل مدينه تعز، لكن هناك فعلا حاله انفلات امني، هناك حاله من اشاعه للفوضى، هناك اطراف تحاول ارباك المشهد الذي كاد ان ينتظم بمجرد بدء صرف الرواتب، هناك اطراف يقلقها بدرجة أساسية عملية الاستقرار للمحافظة وتستعد اتجاه تعزيم الأمور وتفجيرها بشكل كبير. الاختراقات آتية من داخل صفوف وحدات الجيش وهي الإشكالية التي نعاني منها في ظل غياب تام أو حالة موت سريري للأجهزة الأمنية التي لم تتشكل بعد. هذه الأجهزة التي لديها قوام قوة تقدر ب 13,000 عنصر وهي قوة كافية لتأمين جمهورية بحد ذاتها عجزت عن تأمين ثلثي مدينة المحرر، في حين لا زال الثلث الآخر خارج نطاق السيطرة أو خارج التحرير. هذه العملية نحمل بدرجة أساسية القيادات في اللجنة الأمنية كل باسمه وصفته مسؤولية ما يحدث، بأن هذه اللجنة ليس لها ذراع القسم بفرض إرادتها وقراراتها برغم أنها تتشكل من الأخ محافظ المحافظة وقادة الوحدات العسكرية جميعا وجهات الأمن مضافا إلى قوات الأمن المركزي وقوات الشرطة العسكرية. نعم ربما تحدثت، نعم سيد عبد الهادي يعني ذكرت نقطة مهمة جدا أن هناك ربما اختراقات داخل صفوف ربما المؤسسة الأمنية داخل محافظة تعز، هذا الاختراق هو الذي ساعد في حالة الفلتان الأمني، طيب أين دور ربما المقاومة الآن وأيضا السلطات الأمنية والسلطة المحلية في ربما يعني مواجهة هذا الحالة من الفلتان داخل محافظة تعز، ما الذي يعني المفروض يعتمد الآن في ظل هذا الانفلات وظل هذا الاختراق ايضا الذي تعاني من ربما يعني القوات الامنيه داخل محافظه تعز؟ يا سيدتي لا يوجد اختراق بالمعنى الصحيح، الاختراق معناها عمليه منظمه تقودها افراد، لهذه الافراد خلايا منظمه. ما هو حادث اننا تجاوزنا قوله تعالى ولكم في القصاص الحياه يا اولي الالباب، هذه ما تجاوزناها بطريقه اساسيه داخل محافظة تعز، فلم يجري عقاب أي ممن ضبطوا في الحوادث الأمنية. نحن بأمس الحاجة الآن إلى ذراع متحرك للجنة الأمنية. نعم. بحاجة إلى تفويض كامل باللجنة الأمنية بضبط قادة المجامع العسكرية من التجول بسلاحهم داخل المدينة وإشاعة الفوضى وإطلاق النار في الهواء، وأيضا إلزام العسكريين بارتداء الزي وتحديد من يحق لهم التبول في الاسواق والاماكن العامه طريقه ان يكونوا مرتدين للزي الرسمي لوحداتهم العسكريه، سواء من كانوا يتبعون الشرطه او الويه الدفاع الجوي او الالويه المدرعه والتي معروفه باللواء 22 مدرع و35 واللواء 17 مدرع. هذا اولا، نحن بحاجه الى محكمه امور مستعجله داخل المدينة تتبع البيئة مباشرة يحيل الجهاز المدني قضاياهم إليها، وبحاجة إلى تعيين قاضي عسكري للقوات العسكرية واستكمال بنية النيابة العسكرية. يعني ربما الآن الاتهامات كانت تقول ربما هناك يعني أيادي خفية سيد عبد الهادي. نعم الهواء ونسل توام لا نحدد أطرافها. نعم يعني هناك اختلال داخل اللجنه الامنيه وداخل ربما نعم. يعني افهم من كلامك ان الاختلالات داخل ربما الاجهزه الامنيه في محافظه تعز وليس ان هناك يعني ايادي خفيه ربما تتبع الحوثيين او تتبع يعني عناصر تتبع صالح، يعني هناك ما يرمي الاتهام هناك وربما تتحدث انه نفسها المؤسسه الامنيه داخل تعز تعاني من ربما عدم ضبط وعدم ترتيب داخل صفوفها وداخل بيت اللجنة الأمنية في محافظة تعز. هذه
هذا هو الحادث فعلا. هنالك بعض القيادات التي بدأت تنفتح شهيتها للسيطرة على بعض من عقارة الدولة لفرض هيمنتها على بعض الأسواق لتحقيق مصالح اقتصادية. لدينا مجاميع تفكر كأنها وراء حرب مع الأسف الشديد ولا يوجد رافع لهؤلاء. هناك عملا معين يجب أن يكون هناك قضاء حاسم ومحاكم أمور مستعجلة ومحكمة عسكرية. نحن داخل حرب في رعاه حرب، على القيادات أن تعي هذه المسألة. مع الأسف الشديد لدينا قيادات بدون خيال سياسي، وهذه المجاميع التي بدون خيال سياسي دائما ما تكون كوارث على عملية التغيير وعلى الحكم بعد الثورات. نعم جميل، إذن نقف عند هذه النقطة ووضحت الفكرة. أشكرك وأشكر انضمامك معنا سيد عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي من تعز، شكرا جزيلا لك. أفادت مصادر ميدانية في محافظة لحج بدخول قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إلى مدينة الشريجة بالمحافظة. نعم، وأضافت المصادر أن التقدم المحرز جاء عقب معارك عنيفة شنها الجيش ضد مواقع الميليشيات في شمالي محافظة لحج. ووفقا للمصادر فإن الميليشيا زرعت ألغاما كثيفة أعاقت تقدم عربات الجيش نحو سوق الشريجة. وأحرز الجيش تقدما ميدانيا خلال اليومين الماضيين، تمكن خلاله من السيطرة على مواقع استراتيجية وحاكمة في المحافظة. ولمتابعة تطورات الوضع شمال محافظة لحج ينضم إلينا عنتر الصبيحي المتحدث باسم جبهة كرش. أستاذ عنتر، بداية ضعنا في صورة الأوضاع الميدانية. بالنسبة للأوضاع الميدانية اليوم تم تعرير منطقة أو مدينة الشريجة بالكامل، والتقدم باتجاه الشمال بعد استخراج مئات الألغام التي زرعتها قوات الحوثي وميليشيات الحوثي وقوات علي عبد الله صالح، وكذلك عودة مئات الأسر النازحة إلى كرش وطلعها ومناطقها بعد تحرير كرش أيضا. وكذلك الطيران اليوم شن عدة غارات مستهدفا طقم يحمل رشاش 23 شمال الشريجة أيضا بالقرب من محطة توفيق. نعم عنتر، وكذلك نعم الجيش وكذلك قاموا بتفجير جسر من مطرقة السحي، وهم يقومون بالتمركز هناك وبناء مدارس بواسطة أحد الشيوعات التي تم استخدامها من الرائدة. نعم عنتر، يعني الجيش أعلن السيطرة على منطقة الشريجة بين تعز ولحج، ما أهمية هذا الإنجاز على صعيد العمليات العسكرية؟ بالنسبة لهذه الإنجاز هي تأتي بالتأمين كرش وتأمين القوات المتواجدة أيضا في كرش، وكذلك من أجل التقدم لتحرير الراهدة وتعز أيضا. وهذه المناطق بحاجة إلى تعزيزات وتأمين المناطق التي يتم استعادتها وتحريرها من ميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح. نعم، المدفعية مدفعية الجيش بدأت قصف مواقع للميليشيات في أطراف الراهدة، هل يعني أن القصف يهدف للتغطية على عمليات الجيش في الشريجة؟ طبعا هناك تقدم باتجاه شمال الشريجة، وهناك تغطية كثيف من المدفعية الجيش والمقاومة أيضا إلى مناطق التي تتمركز فيها قوات الحوثي وعلي عبد الله صالح في منطقة البربوب تحديدا. هناك الآن يتم بناء مدارس وتم تسجيل أحد الجسور هناك من أجل إعاقة تقدم القوات قوة الجيش والمقاومة باتجاه الرادي. نعم. وكذلك تأتي هذا مع تغطية نارية ومع تحليق لطيران التحالف الذي تم استهداف العديد من التعزيزات والأطقم التي تحمل ذخائر وأسلحة أيضا شمال الشريجة. نعم، كل الشكر لك عنتر الصبيحي المتحدث باسم جبهة كرش، وحدثتنا عن تطورات الوضع شمال محافظة لحج.
ومن لحج إلى محافظة البيضاء، حيث شنت مقاتلة التحالف العربي 4 غارات جوية على مواقع تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية في منطقة الزوب في مديرية القريشية بقيفة في المحافظة. وقالت مصادر ميدانية إن الغارات استهدفت تجمعات الميليشيا في سبلة الجرم القريبة من منطقة الزوب. وأسفرت الغارات وفقا للمصادر عن إحراق دبابة وعربة عسكرية وتدمير مخازن للأسلحة. هذا وأشرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية محاولة تسلل للميليشيات الإنقلابية عن المواقع المحررة في جبهة ناطع وسط عشرات القتلى والجرحى. اغتال مسلحون مجهولون جنديا أمام بوابة معسكر اللواء 33 مدرع بمنطقة الجرباء في محافظة الضالع. مصادر محلية قالت إن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على الجندي توفيق محمد أحمد القبة وأردوه قتيلا على الفور، ولذا المسلحان بالفرار عقب هذه العملية. يأتي هذا بعد يوم واحد على نجاة زعيم قبلي من محاولة اغتيال في المحافظة، وبعد 5 أيام على انتشار قوات من الحزام الأمني الموالية للإمارات في مدن المحافظة لحفظ الأمن فيها. شنت ميليشيات الحوثي الإيرانية قصفاً طال تجمعات سكانية في منطقة مريس شمالي محافظة الضالع. وقال مصدر ميداني إن الميليشيا شنت قصفها من مواقع تمركزها في جبل ناصة، واستهدفت بشكل مركز قرية سون مستخدمة أنواع الأسلحة المتوسطة وقذائف المدفعية. كما ذكر المصدر أن القصف تسبب في احتراق منزل لم يتمكن الأهالي من إطفاء النيران فيه نتيجة لاستمرار القصف وعمليات القنص من قبل الميليشيا. وتواصل ميليشيات الحوثي المتمركزة في جبلي ناصة ومرمق فرض حصار خانق على قرى غرب مريس للعام الثاني على التوالي، الأمر الذي أجبر السكان على النزوح من منازلهم ومناطقهم. أصدر مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي توجيها بسرعة صرف المرتبات للوحدات العسكرية التي انتهت من إخلاء مرتبات الأشهر الماضية. وتضمن التوجيه إعطاء أولوية الصرف لضباط وجنود الجيش في جبهات القتال وعائلات الشهداء والجرحى. وشدد الفريق المقدشي خلال اجتماعه مع مسؤولي الدائرة المالية بوزارة الدفاع على منح حدوث أي اختلالات والتعامل بحزم مع أي تلاعب أو تقصير. وصل محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء فرج البحساني إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة مفاجئة. وقالت مصادر لقناة يمن شباب إن المحافظ سيلتقي الرئيس عبد رب منصور هادي لمناقشة بعض الملفات والقضايا الخاصة بحضرموت وخاصة منها الملف الأمني. وتأتي هذه الزيارة عقب احتجاجات لأهالي المعتقلين والمخفيين قسرا في حضرموت نددوا خلالها بتدخلات قائد التحالف الإماراتي في مدينة المكلا، والتي حالت دون الإفراج عن مقربين لهم صدرت أوامر بالإفراج عنهم. قال نائب رئيس الاستخبارات السعودية والمتحدث السابق باسم التحالف العربي اللواء الركن أحمد عسيري إن بلاده لن تقبل بأن يكون هناك حزب الله ثان في اليمن ولا تريد أن يتحول إلى ليبيا ثانية. نعم، وأكد المسؤول السعودي في ندوة بالعاصمة الفرنسية باريس أن اليمن ملف حساس بالنسبة لبلاده، مضيفا بالقول لنا حدود مشتركة وهناك باب المندب ذو الأهمية الحيوية ولا نقبل أن تتحكم فيه ميليشيا مسلحة، ونحن نخفف من الأزمة الإنسانية عبر الدعم الذي نقدمه لتخفيف معاناة اليمنيين. هذا وكانت الخارجية السعودية قد أكدت على لسان وزيرها عادل الجبير في مؤتمر صحفي في الولايات المتحدة الأمريكية، أكدت أنها مع الحل السلمي في اليمن وفقا للمرجعيات المتفق عليها. قال مصدر محلي في مدينة حيس الساحلية التابعة لمحافظة الحديدة أن مسؤولين عسكريين جنوبيين يتبعون دولة الإمارات يمارسون عمليات تعذيب بحق موقوفين. وأضاف المصدر أن العسكريين أغلبهم ينتمون للجماعات السلفية ارتكبوا أعمال سطو على ممتلكات الموقوفين. وأشار المصدر إلى أن القيادات العسكرية قامت إلى جانب ذلك بالتجسس على ملفات الموقوفين في هواتفهم منتهكين الخصوصيات العائلية وازدرائها أمام المحبوسين.
إذا والوقوف حول ما يحدث في حيس، ينضم معنا سيد وديع عطا الصحفي والناشط الحقوقي. نرحب بك معنا سيد وديع. مرحبا وسهلا. مساء الخير. يعني سيد وديع، يعني لا ينقص مدينة حيس، يعني هي بتعاني من أزمات إنسانية إلى الآن. الآن هناك يضاف لها انفلات أمني، وهناك ما تقوم به أيضا يعني قادة أمنيون محسوبون لدولة الإمارات من أعمال تعذيب للموقوفين. لو تحدثنا أكثر عن ما يجري الآن في حيس. الحقيقة أن هناك ازدواج عجيب في إدارة الملف الأمني في مديرية حيس. حتى الآن مدير الأمن المعين من قبل المحافظ الشرعي الدكتور حسن الطاهر، وهو العقيد عبد الله معيمرة، إلى الآن لم يتم تمكينه من أن يمارس مهامه كمدير أمن. بينما تدخلت الجماعات الجنوبية ذات التوجه السلفي والمدعومة إماراتيا أيضا لتفرض من جهتها أيضا من يقومون بالعمل الأمني على غير تأهيل منهم ولا خبرة، يعني وهذا يثير استغراب كثير بداخل مديرية حي. الناس تفاءلوا فيهم كونهم من أبناء المنطقة، كون المعينين من قبل السلفيين الجنوبيين، إلا أن الجنوبيين يعني يتدخلون بشكل سافر ويتدخلون في الاعتقالات، ومن يصل إلى يدهم يتم ترحيله إلى المخا، وهناك يتعرضون للأسف لبعض الضغوط ولبعض التعذيب. حصلت على صور حقيقة مؤلمة أيضا لأحد الشباب الذين تعرضوا للتعذيب، ومورس ضده كثير من الامتهان إذا وصل، إذا جاز التعبير، دخول إلى ملفات شخصية وازدراء لصور عائلاته وقريباته، وكانوا يتندرون عليه أمام الناس. نعم. أضيف إلى ذلك بأن كل من يتم اعتقاله لا يعاد له تليفونه الشخصي، خصوصا إذا كان قيمته طيب. عالية. سيد وديع، دعني أتوقف عند عند هذا الاعتقالات. سيد وديع، هل هناك سجون خاصة بهذه القوى الأمنية الجديدة الآن التي تم استحداثها في الحديدة وتحديدا في حيس؟ هل هناك معتقلات خاصة يعني يتم فيها اعتقال هؤلاء الموقوفون؟ شوفي أماني، حتى نكون أيضا واضحين أيضا، من يتم اعتقالهم يتم اعتقالهم على أساس بتهمة الاشتباه لكونهم متحوتين مثلا. نعم. ثم يتم الذهاب بهم إلى معتقلات داخل المخا. نعم. هي خارج إطار الدولة الشرعية، يعني لا تسيطر عليها الحكومة الشرعية. نعم. بالمعنى الحقيقي يعني، وبالتالي هي في التعريف القانوني تعتبر خارج إطار السيطرة القانونية للحكومة الشرعية، هي تحت إدارة الجماعات تتبع الإمارات. وحتى أيضا نكون أيضا صادقين، أيضا لا نزعم بأن الإمارات تأمرهم بأن يقوموا بهذه المخالفات، لكنها هي تصرفات صبيانية، مخالفات قانونية مسؤولين عنها هؤلاء الذين يزعمون بأنهم جاءوا لتحرير مثلا منطقة حيث. هناك أيضا تساؤل أيضا حول دور قيادة المقاومة الاتهامية وكيف يتم إقصاؤها أيضا من أن تكون أيضا صحيح. يعني نريد أن نعرف أين ذهبوا حيث. يعني أين ذهبوا؟ هل تم إقصاءهم؟ أين هم؟ لماذا لا يتواجدون؟ وهل أفهم أيضا كلامك من سيد وديع أنه يعني ليس للإمارات علاقة بهؤلاء المجاميع المسلحة الآن المتواجدون؟ رواتبهم من الإمارات، إدارتهم العسكرية من الإمارات، لكن هذه التصرفات الفردية أنا بحسن ظن، يعني بحسن ظن في يعني في القيادة العسكرية أنها ليست هي التي تأمرهم، لأنهم لا يعرفون هؤلاء المتهمين أو من يتم اعتقالهم، يعني كيف سيعرف شخص إماراتي مواطن من حيث مثلا؟ نعم. لكن هناك منتقمين من داخل من هم مستفيدين من هذه البلاغة الكيدية ليصفوا حسابات معينة، ويستخدم أيضا الدعم الإماراتي يعني والمواقع النفوذ التي تمنحها الإمارات لهذه الأشخاص للإساءة للإمارات والإساءة لحقوق الإنسان وانتهاك الكرامة داخل حيث. هناك حالة إنسانية بحاجة إلى أن نركز عليها. هناك حملة يعني وصلت من مركز الملك سلمان، علينا أن نفكر كيف يمكن استيعابها وتلافي الأخطاء التي صارت أيضا في الحملة السابقة التي وصلها الهلال الأحمر الإماراتي. وهناك أيضا حالة يعني صعبة أيضا في ريف حيث أيضا. إذا ما زالت هناك معاناة إنسانية سيد وديع، ويعني وهل هناك ربما تحرك من قبل السلطة المحلية لصرف رواتب تطبيع الحياة وإعادة الإعمار، أم أن الوضع ما زال على حاله؟ الحقيقة يعني آخر تواصل شخصي بيني وبين المحافظة أكدني بأنه قادم بإذن الله، وسيكون هناك تغيير إيجابي يلمسه الناس. والأسبوع الذي فات وصلت أكبر حملة إغاثية من مركز الملك سلمان، الآن حاليا يتم توزيع داخل الخوخة، وستكون المديرية المنطقة المحطة التالية هي حي، أكثر من 22 ألف سلة غذائية إن شاء الله يكون
الشباب في المديريتين قد أعدوا خطة يعني مناسبة لاستيعابها كلها. نعم. وتجاوز العشوائية التي تمت في السلة الغذائية الإماراتية السابقة. أيضا السؤال المهم أيضا، كيف سيتم إيصال هذه المساعدة الإغاثية إلى المحاصرين داخل القرى الريفية والتي لا تزال في قبضة الميليشيا؟ هنا نناشد الصليب الأحمر والمنظمات الدولية بأن يلعبوا دور الوسيط. وللأسف أيضا هناك أيضا جهات دولية تم التواصل معها، شخصيا تواصلت معها، قالوا بأنهم لا يستطيعون أن يجازفوا بموظفيهم بالوصول إلى هذه القرى، وبالتالي هذا هو الغريب أنه عدم تواجد هذه المنظمات حتى الآن في هذه المناطق، وربما هي مخولة لكي تعمل مثل هكذا أجواء. عموما أنا أشكرك وأشكر تواجدك معنا الصحفي والناشط الحقوقي المعروف السيد وديع عطا، شكرا جزيلا لك. يتعزز يوما بعد آخر دور المراكز الإيرانية في ترسيخ النفوذ الثقافي الطائفي الإيراني في اليمن. أهم تلك المراكز المجمع الإيراني العالمي لأهل البيت ضمن مخطط إيراني لابتلاع اليمن وتغيير هويته. ثمة تزايد في النفوذ الثقافي الإيراني بصيغته الطائفية في اليمن عبر مؤسسات ومراكز إيرانية تقوم بالإشراف على تنفيذ مخطط تغيير المناهج اليمنية وإحلال مرجعيات حوثية طائفية في جميع مكاتب التربية والتعليم وإدارات المدارس، فضلا عن المراكز الطائفية الحوثية الخاصة. وفي هذا السياق يتعزز يوما بعد آخر تزايد دور مرجعيات ومؤسسات ومراكز إيرانية في ترسيخ النفوذ الثقافي الطائفي الإيراني في اليمن. أهم تلك المراكز المجمع الإيراني العالمي لأهل البيت، ومجمع التقريب بين المذاهب، ومنظمة التبليغ الإسلامية التي تتلقى دعما مباشرا من وزارة الثقافة الإيرانية، بالإضافة إلى مراكز تابعة لحزب الله وأخرى متواجدة في دمشق ومنها حوزة الخميني، وجميعها تمارس دورا إشرافي مباشر على عملية تغيير المناهج وتمكين عناصر حوثية في التربية والتعليم والمؤسسات الثقافية. وتسعى إيران من خلال ذلك إلى نشر مبادئ الثورة الخمينية وتسويق إيران داخل المجتمع اليمني كنموذج ثوري ضمن مساعي تعميق حضورها وترسيخ نفوذها السياسي والعسكري في شبه الجزيرة العربية. يعكس ذلك على الأرض تركيز الأنشطة الثقافية الحوثية على الترويج للتاريخ الإيراني ومحاولة استلهام الثورة الخمينية وتضخيم موقف إيران الدعائية ضد الكيان الصهيوني، وتستغل بيئة التهميش الاجتماعي والفقر والجهل خصوصا في أرياف صعدة وعمران وحجة والمحويت وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. إلى موضوع آخر، حيث أدانت مكونات وفصائل الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية ما تقوم به دول التحالف العربي وتحديدا الإمارات من إجراءات في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الحكومة. ووصفت هذه القوى المكونة من 15 فصيلا ومكونا سياسيا أدانت، وفي لقاء تشاوري بمدينة عدن، أدانت ما تقوم به بعض دول التحالف خاصة دولة الإمارات بسياسة التجويع الممنهج، وقالت إن ذلك يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية من خلال سياسة التحكم في مصادر الحياة الضرورية ومنع دخول الرواتب وغيرها من احتياجات الناس إلى عدن فضلا عن احتجازها في الموانئ. ودعت تلك الفصائل لتنظيم فعاليات لرفض سياسة التجويع والاحتجاج على وجود قوات من الحرس الجمهوري بزعامة طارق صالح في عدن برعاية إماراتية وفي معسكرات لها في المدينة. وأوضح بيان صادر عن هذه المكونات أنها اجتمعت واتفقت على استمرار التشاور والحوار والخروج براية سياسية متوافق عليها بدعوة المهتمين لانعقاد مؤتمر جنوبي عام، لكون الحراك الجنوبي ومقاومته الجنوبية هو العنوان لقضية الجنوب، في إشارة إلى رفضها اختطاف ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات تمثيل الجنوب. للحديث عن هذا الحراك ينضم إلينا باسل الحريري الناشط الجنوبي في هذا الحراك. باسل، نشهد أول حراك علني جنوبي ضد ممارسات وانتهاكات دولة الإمارات، يعني ماذا ممكن أن نقرأ من هذا الحراك؟ نعم أخي العزيز، نحن في الحراك الثوري للتحرير واستقلال الجنوب
موقفنا واضح من التواجد الإماراتي والتواجد الخارجي. نحن نرفض وصارخ على شعب الجنوب، ومن هنا نؤكد العالم يجمع أن موقفنا هو حدثنا هو التحرير والاستقلال، وليس التفريخ وصناعة الميليشيات والوصايا وتجميع شعب الجنوب والاستيلاء على المواني والجزر والمطارات واستخدام المرتزقة في تنفيذ هذه الأجندة. اليوم دول التحالف لا تتعامل بمصداقية مع شعبنا. بعد 2015 حتى اليوم لم تتوفر أي وسائل خدماتية في الجنوب، نعم. لا كهرباء، لا مشتقات نفطية، لا رواتب للجيش مستمرة أو للموظفين. هناك انتهاك واضح للسيادة الوطنية، ونحن نرفض هذا جملة وتفصيلا، ونؤكد أننا سنواجه هذه الممارسات سواء بالتصعيد السلمي أو بالخيارات المفتوحة. موقفنا واضح، وندعو دول التحالف العربي إلى قصر يدها عن شعب الجنوب وإلى ترك الاستحقاقات لشعبنا بعد مرحلة نضالية قدمنا فيها كثيرا من التضحيات والشهداء والجرحى، ولكن للأسف الشديد اليوم تحول الاحتلال السابق إلى الاحتلال الجديد، والذي تشاهدونه اليوم يمارس سياسة التجويع على شعبنا. يا أخي العزيزنا بحاجة إلى السلال الغذائية أو ثمن العدس أو غيرها من التي تستوردها لنا دول التحالف، مركز الملك سلمان للمجاعة وغيرها. يا أخي نحن شعب لدينا إمكانيات ولدينا موقع استراتيجي يفرض نفسه على العالم. طيب باسل الحريري، يعني القوى المجتمعة باسل يعني وصفت ما تقوم به دولة الإمارات بأنه عمل يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، توصيف كبير حقيقة. يعني كيف تربطون الدورة الإمارات في هذا ما ذكرت من أوضاع معيشية وأمنية في الجنوب؟ الإمارات تعتبر اليوم دولة احتلال على شعبنا في الجنوب، دولة احتلال من خلال ما تمارسه من نهب الثروات. اليوم المواني والجزر وغيرها من خيرات بلدنا تسيطر عليها دول التحالف وتحديدا الإمارات، وهذا الشيء لن نقبله مهما كلفنا الأمر. نعم. طيب مهما كلفكم الأمر يعني، وأنتم دعوتم إلى استمرار الفعاليات، استمرار الفعاليات الرافضة لهذا الفعل الإماراتي. على ما يبدو فقدنا الاتصال بباسل الحريري القيادي في الحراك الجنوبي، وحدثنا عن رفض الحراك لدور الإمارات من تجويع الشعب هنالك في الجنوب. إذن وبذات السياق وبطريقة غير مباشرة، اتهمت الحكومة الشرعية دولة الإمارات بعرقلة عملها في المناطق المحررة من خلال تشجيع وتحريك وتمويل جماعات محلية مسلحة خارج سلطة الشرعية. فهل تكون رسالة الحكومة إلى مجلس الأمن الدولي بداية لتصحيح الاختلال في التحالف وعلاقة بعض دوله مع الحكومة الشرعية، بما يعيد الالتزام بالأهداف المعلنة للتحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن؟ في رسالتها إلى مجلس الأمن، قالت الحكومة إن قوات الحزام الأمني والنخب الحضرمية والشبوانية لا تتبع الشرعية، ومسؤوليها لا يعملون تحت قيادة المؤسسة الأمنية والعسكرية، وأكدت على أنها قوات مناطقية قبلية تعيق عمل الشرعية وتحدث تمزقا للمجتمع، وإنه ما لم تعد تلك القوات للانضواء تحت سيطرة المؤسسات وتتسلم رواتبها من الشرعية فإنها لن تكفل تماسك الدولة. رسالة الحكومة اليمنية إلى مجلس الأمن، والتي جاءت كرد على ما أورده تقرير فريق الخبراء الأمميين التابع لمجلس الأمن، غلب عليها طابع الشكوى من ممارسات التحالف العربي الخارجة عن أهدافه المعلنة، وبالتحديد دور الإمارات وتشكيلاتها المحلية التي تعيق أداء الشرعية وتقوض مؤسساتها في المناطق المحررة أكثر مما هي ملاحظات ورد على تقرير الخبراء.
في الرسالة التي نشرت قناة الجزيرة مضمونها، عبرت الحكومة عن تقديرها للجهد الذي بذله فريق الخبراء في تشخيص ظاهرة الحوثيين وحجم الانتهاكات التي ارتكبتها هذه الميليشيات، كما أشادت بالأدلة التي قدمها فريق الخبراء حول تورط إيران في زعزعة أمن اليمن، رافضة في الوقت ذاته ما أورده التقرير بشأن غياب الدولة اليمنية، مؤكدة على أن الرئيس هادي لا يزال يمارس مهامه بشكل يومي باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة. الشرعية هذه المرة أشارت إلى معرقلي عملها داخل الأراضي المحررة بشكل أكثر وضوحا، متهمة بطريقة غير مباشرة الإمارات وكياناتها المحلية التي أنشأتها بتقويض سلطات الدولة وتهديد النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية. فإلى جانب اتهامها لقوات الحزام الأمني والنخبتين الحضرمية والشبوانية، قالت الحكومة إن قيادات المجلس الانتقالي شكلت هذا الكيان هروبا من المحاكمة بتهم الفساد المالي والإداري وسعيا لاستغلال قضية الجنوب نحو انفصاله، كما اعتبرت ما يقوم به مدير أمن عدن اللواء شلال شايع تمردا على توجيهات وزارة الداخلية التابعة لها. رسالة حكومية صريحة وضعت النقاط على الحروف ووضعت المجتمع الدولي أمام حقيقة ومسؤولية مفادها أن استمرار التحالف العربي بهذا النهج داخل المناطق المحررة وتلك الممارسات الخارجة عن أهدافه المعلنة لن يعيد الشرعية وما تبقى من محافظات من الميليشيا الحوثية، بل ربما يسقط المناطق المحررة من الشرعية في يد الميليشيا التي تدعمها الإمارات. أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين إجراءات تعسفية قام بها أمن مطار عدن، وطالت لطفي بخوار وآدم فهد من قناة يمن شباب وصادق رتيبي من قناة اليمن الفضائية وأدب الحسامي من قناة بلقيس أثناء تغطيتهم الفعالية في المطار بشكل رسمي. وقالت النقابة إنها تلقت بلاغا من الصحفيين تفيد بتعرضهم للتوقيف والاحتجاز من قبل أمن المطار ومسح تسجيلات من كاميراتهم، معربة عن استيائها من تكرار التضييق على الصحفيين في عدن. وطلبت النقابة السلطات المعنية التحقيق في كل الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون ووسائل الإعلام. نبقى في ذات السياق، فقد رفضت السلطات الأمنية في محافظة لحج الإفراج عن العاملين في مؤسسة الشموع وصحيفة أخبار اليوم الذين تم اقتطافهم من مقر المؤسسة عقب اقتحامها الجمعة الماضية. وقال رئيس المؤسسة سيف الحاضري إن سلطات الأمن في لحج منعت الكشف عن مكان احتجازها للعاملين والإفراج عنهم. وطلب الحاضري في بيان رئيس الوزراء ووزير الداخلية سرعة التوجيه بالإفراج عن العاملين في المؤسسة وإعادة جميع المنهوبات وإحالة من قاموا بتلك الاعتداءات للنيابة العامة ومحاكمتهم لينالوا عقابهم الرادع. وشدد رئيس مؤسسة الشموع على جميع المنظمات الدولية والمحلية إلى إدانة الجريمة والمطالبة بمعاقبة مرتكبيها، محملا سلطات الأمن والحزام الأمني في محافظة لحج وقائد معسكر اللواء الخامس مسؤولية سلامة العاملين في مؤسسة الشموع المخفيين قسريا. وبذات السياق، فمزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الصحفيين ووسائل الإعلام في العاصمة المؤقتة عدن تتولاه ميليشيا المجلس الانتقالي التي تتبنى تحسين صورة ميليشيات إيران الحوثية في الشمال من خلال ارتكاب انتهاكات موازية، وتأتي وسائل الإعلام والصحفيون على رأس قائمة الأهداف. قوات أمنية في مطار عدن تختطف الزميل أدهم فهد مراسل قناة يمن شباب في عدن والزميل لطفي بخوار مصور القناة في العاصمة المؤقتة أثناء تغطيتهم لتدشين أول رحلة لطيران الملكة بلقيس دون أي مسوق قانوني قبل أن تطلق سراحهما لاحقا. قناة يمن شباب استنكرت اختطاف مراسليها دون أي وجه حق قانوني وذكرت أنها محتفظة بحقها القانوني في مواجهة سلطات أمن المطار وحذرت من أي مساس بأي إعلامي في العاصمة المؤقتة. وكانت قوات من الحزام الأمني قد اقتحمت مجددا مؤسسة صحيفة الشموع للإعلام واختطفت موظفيها في دار سعد شمال عدن قبل أقل من شهر على إحراق المطبعة الخاصة بالمؤسسة، واقتحمت قوة أخرى من الحزام الأمني مقر المؤسسة الإعلامية التي تصدر أيضا صحيفة أخبار اليوم في محافظة لحج بحسب بيان لرئيس المؤسسة سيف الحاضري.
متابعون وحقوقيون يقولون إن ما تقوم به قوى الإمارات بعدن عبر وكلائها في الحزام الأمني وميليشيات المجلس الانتقالي يهدف إلى تصفية الساحة السياسية والأمنية بعدن من أي ضوء تمثله وسائل الإعلام تكشف إجرام الحزام الأمني وداعميه، ولذلك يسعى الحزام مؤخرا بتكثيف ضرباته ضد وسائل الإعلام للتمهيد لأرضية إجرام آمنة ومستترة، مشيرا إلى تماثل هذه الإجراءات مع ما كان سائدا إبان العهد الشمولي البائد. أما فيما يتعلق بوضع المغتربين اليمنيين في الخارج، فقد تداول ناشطون يمنيون صورا تظهر مئات المغتربين اليمنيين في أوضاع مزرية داخل أحد السجون السعودية. وقال الناشطون أن الصور التقطت داخل سجن شميسي في نطاق حملة ترحيل كبيرة تقوم بها السلطات السعودية لمخالفي أنظمة العمل هناك. وناشد السجناء الحكومة اليمنية سرعة إيجاد حل لهم، لأن كثيرا منهم أمضى أسابيع داخل السجن في ظروف بالغة السوء. وكانت الداخلية السعودية قد أعلنت أنها ضبطت في الأشهر الماضية أكثر من 800 ألف وافد مخالف لأنظمة الإقامة والعمل، و60% منهم من الجنسية اليمنية. هذا وقال مسؤول جمرك منفذ الوديعة البري بحضرموت صالح عمر بنصر إن إدارة مصلحة الجمارك لا تزال تناقش آلية تنفيذ قرار الرئيس عبد الرب منصور هادي الخاص بإعفاء العائدين من السعودية من الرسوم الجمركية والضريبية. بالنسبة لإقرار فخامة الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي فيما يخص المغتربين، إلى الآن لم تصل إلينا أي تعليمات، وإنما تواصلنا مع معالي رئيس مصلحة الجمارك فيما يخص الموضوع، كون المغتربين باستمرار يسألون وكذلك منتظرين هذا التخفيض. فأشار إلينا رئيس المصلحة حفظه الله تعالى بأن القرار ما زال في رئاسة الوزراء يناقش، وقد أحيل إلى وزارة المالية، والآن حسب ما علمنا عما قريب في هذه الأيام إن شاء الله تعالى سيكون تنفيذ القرار، لأن القرار له خطوات كثيرة، منها ما يخص الأمتعة الشخصية للمسافرين، وها نحن في هذه الأيام نعفي بعض المغتربين من الغرامة، نساعدهم فيما يخص العفش نظرا لحالهم المتردي. تواصل ميليشيات الحوثي الإيرانية حملتها لإحلال العناصر الحوثية السلالية في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة على حساب الموظفين اليمنيين أبناء الأرض ممن يتم استبعادهم لإحلال أتباع طهران. تغييرات متسارعة تهدف لحوثنة الدولة شملت مختلف الإدارات والقطاعات الحكومية مدنيا وعسكريا وعلى كافة المستويات، تتطلب يقظة يمنية وتحركا رسميا وشعبيا لحماية اليمن وهويته. حملة استئصال مستمرة ومتسارعة تنفذها ميليشيات الحوثي الإنقلابية منذ انقلابها على الدولة قبل 4 أعوام بحق الموظفين اليمنيين العسكريين والمدنيين وإحلال عناصر حوثية سلالية بدلا عنهم. الحملة الحوثية السلالية لاستئصال الموظفين اليمنيين شملت مختلف الإدارات والقطاعات الحكومية مدنيا وعسكريا وعلى كافة المستويات. فعلى مستوى التربية والتعليم تمر حملة الاستئصال بالمدارس في القرى والأرياف والمدن، كما تطال مكاتب التربية في المحافظات وإدارات وزارة التربية والتعليم. وهكذا يمضي الحال في الجيش والأمن والقضاء بجميع تفرعاته في المحاكم والنيابات ومعاهد القضاء. وعلى الرغم من عدم صرف مرتبات الموظفين ومصادرتها لصالح المجهود الحربي في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات، إلا أنها تواصل ممارسة الضغوط على الموظفين وإجبارهم على العمل بدون رواتب، إذ تقوم بتخييرهم سواء في التربية والتعليم أو الجيش بمواصلة العمل بدون مرتبات أو بالفصل والتسريح وإحلال عناصر حوثية سلالية بدلا عنهم. وتستغل جماعة الحوثي الإنقلابية استراتيجية استئصال الموظفين والإحلال بدلا عنهم من كل المناحي، وترى أن من يقبل من الموظفين العمل بدون راتب يعود الأمر لصالحها، كونها تنهب موارد الدولة
ثم تأكل المرتبات ولا تصرفها للموظفين. وفي حال رفض الموظف اليمني العمل بدون راتب، فالميليشيا تقوم بفصله وتسريحه ثم استبداله بعنصر حوثي سلالي. وبالتالي تعتقد الجماعة الحوثية بأن خطة إحلال عناصرها بدلاً عن الموظفين اليمنيين قد نجحت. في الشأن الصحي، قال مدير قسم الغسيل الكلوي في المستشفى الجمهوري في مدينة تعز عصام مهيوب دحان، قال إن المستشفى يستقبل المئات من المرضى في ظل نقص شديد في الإمكانيات والكادر الطبي. وأضاف في تصريح لقناة يمن شباب أن المستشفى مستمر بالعمل على الرغم من انعدام الرواتب والموازنة التشغيلية. عند وصول المريض هنا لا يجد الأدوية اللازمة التي يحتاجها، لا يجد الأطباء بشكل عام، الكادر غير مكتمل المستشفى، الكادر التمريض أيضا غير مكتمل لعدة أسباب. من هذه الأسباب عدم وجود ميزانية تشغيلية للمستشفى، عدم وجود الرواتب أوجدت مشكلة كبيرة جدا مما جعل الأطباء ينزحون والممرضين إلى أماكن أخرى حيث يوجد عائد مادي. المستشفى طبعا خلال الفترة السابقة استمر بالعمل حتى في أحنك الظروف وهو مستمر بالعمل دون تقطع. أخص بالذكر قسم الإسعاف وقسم العمليات وقسم الغسيل الكلوي، هذه الأقسام لم تغلق نهائيا وإلى الآن العمل مستمر، لكن للأسف الشديد لا يوجد أي ميزانية ولا يوجد أي دعم حكومي للمستشفى. حازت الباحثة خديجة عبد الملك داود الحدابي على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة تعز على أطروحتها العلمية الموصومة بالجملة المركبة في القرآن الكريم دراسة نحوية في ضوء اللسانيات الوظيفية. وتكونت لجنة المناقشة والتحكيم من أستاذ دكتور عبد الله محمد سعيد مشرفا على الرسالة، وأستاذ دكتور عبد الله أحمد الشراعي ممتحنا خارجيا، والدكتور أحمد عثمان المخلافي ممتحنا داخليا. يشار إلى أن الدكتورة خديجة الحدابي ناشطة في المجال الإنساني وترأس مؤسسة شهيد التنموية. شيع الجيش الوطني في محافظة تعز جثمان عدد من مقاتليه جراء تبادلها قبل يومين مع ميليشيا الحوثي الإيرانية. وأشار مصدر عسكري إلى أن الميليشيا استخدمت أسرى من الجيش الوطني دروعا بشرية. وشارك في تشييع الجثامين إلى مقبرة الشهداء في عصيفرة عدد من القيادات العسكرية وقيادات السلطة المحلية والعشرات من الأهالي. نهاية أخبار المنتصف، تابعتم فيه. مصرع أكثر من 40 حوثيا في تصدي الجيش لهجوم فاشل على جبهة مقبنة، ومواجهات عنيفة في مناطق الخط الأمامي لجبهة الضباب غرب تعز. قوات الشرعية تدخل مدينة الشريجة شمال محافظة لحج، والتحالف يدمر دبابة ومخزن أسلحة للميليشيات في محافظة البيضاء. شكاوى من عمليات تعذيب وانتهاكات لموقوفين في حيص على يد قيادات عسكرية موالية للإمارات، وفصائل في الحراك الجنوبي تدين ما تقوم به الإمارات في الجنوب. نشكر لكم طيب المتابعة، دمتم ودام الوطن بألف خير. بأمان الله.